ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله العظيم الذي سلمنا إلى رمضان أن يسلم لنا رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلًا برحمته، إنه جواد كريم. روى الإمام ابن حبان والحاكم وأبو يعلى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا. أتى النبي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى أعرابي فأكرمه الأعرابي. ومن عادة الكريم إذا أكرم أنه يكرم بأكثر مما أكرم، فقال له: ائتنا. فجاء الأعرابي بعد مدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. فقال: يا رسول الله، أسألك ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. أسألك ناقة برحلها، أي محملة بالذات، وأعنزا يحلبها أهلي. هذا الطلب صغير أم كبير؟ كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ يقول للمسلمين، ولم يوجه الخطاب للرجل، من حكمته عليه الصلاة والسلام، لأن النفع بالتوجيه عام. أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال: إن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر أضلوا الطريق. فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى نخرج عظامه معنا، أي جسده، لأن الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. فقال: من يعلم موضع قبره؟ فقالوا: لا يعلمه أحد إلا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال: دليني على قبر يوسف. فقالت: لا، حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة، يعني بشرط. طلب صغير أم كبير؟ هذا كبير. قالت: لا، حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة، كليم الله من أولي العزم. فأبى عليها موسى، فأوحى الله إليه أن اعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت: انضحوا الماء. فنضحوه، ثم قالت: احتفروا. فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف، فلما أقلوها إلى الأرض وإذا الطريق مثل ضوء النهار. وهذا فيه أن التمسك بهدي المرسلين ومواثيقهم هداية ونور، وأن التنكب عن طريقهم ضلال وظلمات. هذه القصة فيها درس عظيم لعلو الهمة، ونحن في شهر التنافس. يا باغي الخير أقبل. فهذه عجوز لما أتيحت لها الفرصة والاشتراط ما رضيت إلا بأعلى المطالب، أن تكون رفيقة موسى في الجنة،
وهذا كالاستنكار لهذا الأعرابي الذي عرض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام السؤال، فطلب ناقة بحملها وأعنزا يحلبها أهله، طلب متعلق بالدنيا دنيء لا يصل الإنسان إلى العالي عند الله وفي الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغرس معالي الأمور في أصحابه، ولذلك من تربى تحت جناحه في مسجده. روى مسلم عن ربيعة بن كعب أنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة: هل لك من حاجة؟ قال: قلت يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك، هي حاجتي. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. ولذلك كان يقول لأصحابه: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فلا بد من رفع الهمة، ولذلك قال ابن الجوزي: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. وهذه المرأة ما نالت هذا الخير إلا بعلمها، لما علمت موضع القبر، وهذا علم تعلقت به وصية من وصايا الأنبياء، نجت وارتفعت. وشهرنا شهر علو الهمم. أقف مع حديث روى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته القرآن، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الصيام له حقيقة وله ظاهر، ظاهره أن تمسك من الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وباطنه أن تمسك من كل ما يؤثر في قلبك من الصوارف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. وفي رواية قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. تذكر نفسك بالصيام لتلجم نفسك عن الآثام، فعلى الصائم أن يدع الكلام الفاحش ويبتعد عن أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه، لا يخاصم الناس، لأن بعض الناس إذا صام اختل مزاجه، وهذا عكس مقصد الصيام. الصيام عليك أن تجاهد نفسك كما تجاهد نفسك على ترك الطعام والشراب، أن تجاهد نفسك على الأخلاق الحسنة وتترقى بأخلاقك وتهذب نفسك. ولذلك عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك من الناس رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، إنما صام البطن فحسب ولم تصم الجوارح،
فالصيام إنما هو عن الآثام، وحكمة الصيام تحصيل التقوى لعلكم تتقون، والتقوى حفظ الجوارح واتقاء الشبهات والشهوات والمحرمات. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وذلك قال أبو المتوكل عن أبي هريرة وأصحابه أنهم كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد قالوا: نحفظ صيامنا. فأهون الصيام ترك الطعام والشراب، فالصيام إنما هو مجاهدة في الأخلاق قبل المجاهدة على الطعام والشراب في تركهما. فميزان الصيام يقول الصيام: أي ربي منعت الطعام والشهوة، كل شهوات النفس وكل أخلاقها الرديئة. هذا ميزان الصوم في النهار. وأما ميزانه بالليل، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. بين رمضان وبين الصيام، بين رمضان وبين القرآن ارتباط وثيق. ولذلك من أول آيات أحكام الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأعظم ما يستغل به رمضان القرآن. ولذلك كان جبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يأتيه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني ينتهي الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. لما تجتمع المجاهدة في النهار على الصيام والمجاهدة في الليل على القرآن تكتمل الخصال، وإذا كملت الخصال عم الخير. كان أجود بالخير من الريح المرسلة. زاد أحمد، هذا في الصحيحين، زاد أحمد: لا يسأل شيئا إلا أعطاه. قال ابن رجب: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له. يعني جبريل يعرض القرآن على من؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل. وفيه دليل على استحباب تلاوة القرآن في شهر رمضان. قال: وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان جماعة ليسمع الناس القرآن. وذلك قال الفقهاء: ينبغي للقراء أن يختموا القرآن كله في رمضان، هذا أقل شيء، أن يسمعوا الناس ختمة من القرآن كاملة في رمضان لهذه العلة. ولكم في من سلف أسوة. فعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا في فروع الفجر. وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، لأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تقومه كله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخلط العشرين بنوم وقيام، فإذا دخلت العشر قامها كلها من غير نيام، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقام بنا ليلة حتى خشينا أن لا ندرك الفلاح، قلنا: وما الفلاح؟ قال: السحور. وعن ميمون بن مهران قال: أدركت القارئ إذا قرأ خمسين آية
قالوا إنه لا يخفف. أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه لا يخفف، وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. وقال عبد الرحمن بن هرمز كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة قالوا إنه لا يخفف. والقارئ بعض القراء أطول ركعة عنده ركعة الوتر، حين يوتر يبدأ من أول رمضان في البقرة وينتهي رمضان ولما ينتهي بعد، ويقرأ آية آية، فإذا جاء ركعة الوتر قرأ سبح كم آية بعدد آيات اللي قرأها في التراويح كلها. إذا تركت السنة هناك من باب أولى لا شك أن هذا تقصير. ولذلك قال ابن رجب كان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10، وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. قال وكان الأسود يقرأ في كل 2 ليلتين في رمضان، يعني يختم في كل 2 ليلتين، وكان النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في 3، وكان قتادة يختم في كل 7 دائما يعني طول السنة، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها من غير الصلاة، يعني كم ختمك اليوم؟ وعن أبي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان، وكان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. آثار كثيرة عن السلف. ولذلك الحديث اللي ورد من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، قال ابن رجب وغير من العلماء هذا على سبيل المداومة، أما في الأيام الفاضلة كرمضان وخصوصا الليالي التي ترتجى فيها ليلة القدر، أو في الأماكن الفاضلة كمن دخل مكة من غير أهلها فيستحب له الإكثار أن يختم في اليوم مرة مرتين، هذا مستحب يدل عليه عمل السلف وأقوالهم عليهم رحمة الله. فرمضان شهر القرآن، والمؤمن يجتمع فيه له فيه جهادان، جهاد بالنهار على الظمأ وتحمل المشاق وحفظ الجوارح من الآثام، وجهاد بالليل بالقرآن والقيام به وتلاوته، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وفي أجره بغير حساب. ونحن نطلب ما طلبوا، والبركة إنما يجعلها العبد في حياته بفعله، فمن أقبل على الله فتح الله عليه الفتوح وجاءته النفحات وبورك له في الأوقات. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على كل خير. فرمضان محطة تزود أيها الأفاضل، فيها ينادي المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فأهل الخير هنا يتنافسون وهنا ينشطون وهنا يجاهدون أنفسهم في طاعة ربهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير إنه ولي